يعيش على كوكبنا أكثر من 7 مليار إنسان بسمات مختلفة، ويستحيل العثور على شخصين متطابقين بالكامل، فحتى التوائم بينهم بعض الاختلافات الطفيفة. لذا نجد من بين كل أولئك البشر أناساً مميزين عن غيرهم بشكل كبير. دعونا نعرض لكم مجموعة من أكثر البشر المميزين في العالم. جيف ديب لاعب لمصارعة الذراع منذ عمر 18، وقد نال قدراً جيداً من الشهرة، لكن ليس بسبب إنجازاته في هذا المجال، وإنما بحجم ذراعيه الضخم الذي لا يصدق مقارنة بحجم الذراع العادي لأي إنسان. وقد حظي جيف باهتمام كبير منذ أول مباراة له في السبعينيات بسبب حجم ذراعيه، والتي ظلت تنمو عاماً تلو الآخر حتى أكسبته لقب بوباي. لكن على الرغم من ذلك، تعرض لإصابة في ذراعه الأيمن في إحدى المباريات في عام 1986، لذا ابتعد عن اللعبة لفترة كبيرة حتى عاد في عام 2012 مستخدماً ذراعه الأيسر فقط في المنافسة. ولكن كلا ذراعيه التي يبلغ محيطها 50 سنتيمتر لا تزال مذهلة. بايرون شيلينكر مواطن أمريكي يعد رسمياً صاحب أعرض لسان في العالم بمقاس 8.6 سنتيمتر، وقد اكتشف ذلك بالصدفة عندما كان يتصفح كتاباً في يد ابنته إيميلي، فوجد صفحة تظهر صورة ومعلومات للرجل صاحب أعرض لسان في العالم، فقام على الفور بقياس لسانه ليكتشف أنه أكبر من لسان ذلك الرجل بما يقرب من 1 سنتيمتر، لذا تم الاعتراف به من قبل موسوعة جينيس، ونال بعض الشهرة في مسقط رأسه سيراكيوز بنيويورك. ولكن الأغرب أنه حتى زوجته هي الأخرى صاحبة أعرض لسان بين النساء في العالم بمقاس 7.3 سنتيمتر. هل تعاني من إيجاد مقاس حذاء مناسب لك؟ جيسون رودريغيز هيرنانديز سوف يشعر بمعاناتك، ففي عام 2014 ظهر جيسون وادعى بأنه صاحب أكبر قدم في العالم، حيث أن مقاس قدمه اليمنى بلغ 40.1 سنتيمتر، بينما اليسرى 39.6 سنتيمتر، وبعد ذلك بأربع سنوات فقط نمت لتصل إلى 40.55% سنتيمتر، والأخرى إلى 40.47 سنتيمتر. لذا قام بالتواصل مرة أخرى مع جينيس ليقوم بتسجيل الأرقام القياسية الجديدة. وقد عانى جيسون في إيجاد مقاس حذاء يناسبه، حتى أن خبير صيانة الأحذية جورج فيسلز عرض خدماته عليه، لكن جيسون فضل ارتداء الصنادل الكبيرة المصنوعة من الإطارات القديمة، معتزا بتلك المشكلة التي جعلت منه صاحب أكبر قدم في العالم. ولدت فيكتوريا رايت بحالة نادرة تسمى ورم زوايا الفك أو مرض الملائكية، مما جعل وجهها كبيراً وغير متناسق، والاسم مأخوذ من المظهر ذو الخدين الممتلئين للوحات الملائكة المرسومة في عصر النهضة، وكانت فيكتوريا مصدر سخرية في مرحلة الطفولة بسبب ذلك الشكل، ولكنها اعتادت على التعامل مع تلك الإهانات وتقبلت شكلها. أما طبياً فقد اشتكت فيكتوريا من الصداع الناتج عن ثقل حجم رأسها في الرقبة والعمود الفقري، ولكنها ترفض الخضوع لأي جراحات تجميلية وتقول بأنها سعيدة بذلك الوجه. ميمت أوزيورك من تركيا يحمل الرقم القياسي العالمي لأطول أنف في العالم، والذي يبلغ قياسه 8.8 سنتيمتر، وقد حصل ميمت على ذلك اللقب عدة مرات، أولها في عام 2007، وفي عام 2010 بعد أن نما أنفه أكثر وظل يكبر إلى أن توفي في عام 2017، ولكن لسوء الحظ آخر مقاسات مسجلة لميمت كانت في 2010، لذا لن نتمكن من معرفة إلى كم وصلت قبل أن يموت. ديفيد سامويلسون جونيور عرف باسم الفتى ذو الرقبة الطويلة، وهو واحد من مشاهير الإنترنت الذي ظهر كثيراً في مقاطع فيديو مضحكة بعدد متابعين وصل ل 2 مليون متابع، وهو من مواليد 7 سبتمبر عام 1999 في فلينت ميشيغان، ومنذ اليوم الأول له وهو يبدو بذلك المظهر النحيف للغاية، وذلك بسبب حالة نادرة تمنع جسده من امتصاص العناصر الغذائية التي تساعد على نمو الجسم. لكن على الرغم من ذلك يؤكد الأطباء بأن صحته على أحسن ما يرام، على الرغم من وزنه الذي لا يتجاوز 40 كيلوغرام وطوله 1.5 متر فقط.